اليوم شركات الناشئة عندها دور مهم جدا في القضاء على التعاملات المادية النقدية والمرور نحو تعاملات إلكترونية خاصة عن طريق الموبايل. قمنا مع بنك الجزائر لا بنك سنترال البنك المركزي بمجموعة من اللقاءات مع شركات الناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية للفينتك لإيجاد إطار قانوني ليسمح لهم باش يكونوا وسيط بين البنوك وبين الزبائن باش هما يتحملوا توفير الوسائل الدفع.